بس انا كان نفسي احضر مهرجان الافرو الصيني ده السنه اللي فاتت وما اساعدنيش الحظ، وعزمتني طبعا رئيسه الجاليه المغربيه الاستاذه فاطمه، ففاطمه اللي اصرت ان انا اجي. بصراحه معجبه جدا بالحاجه الجديده بتفرج عليها، يعني موضوع جديد بصراحه، انا عمري ما حضرت الفولكلور قبل كده، فبالنسبه لي حاجه جديده، ثقافه جديده مختلفه. كنت عايزه اشوف اتفرج على العروض الصيني، ما لسه ما شفتهاش، بس حاجه جديده، حاجه حلوه.